وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. السلام عليكم اسماعيل, this is your land. Inshallah, you will memorize this surah, Surah Al-Alaq. Also, in the same time, your revision from Surah Al-Qadr till Surah Al-Nas, and we will continue our reciting from Surah Al-Imran. Finally, we will continue our studying from Nur Al-Bayan book. Now I will start reciting. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تضعه واسجد واقترب. This is going to be your plan, inshallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله.